الجفاف وأزمة المياه والدمار الذي لحق بالمزارع والصوامع، كل ذلك أدى لموت الزراعة في العراق عامة وفي محافظة نينوى بشكل خاص. ومع الإخفاق الحكومي لسنوات طويلة في حل إشكاليات المزارعين، بات مستقبل هؤلاء مهددًا ما دفعهم للخروج بتظاهرات ضد الأحزاب الحاكمة الفاسدة في البلاد، تطالب بإيجاد حلول عاجلة لما يواجهونه من تحديات. وكالة رويترز نشرت تقريرا قالت فيه انه بعد قله الامطار وخفض التدفقات من نهر دجله الى بحيره سد الموصل تحولت نينوى الى وعاء من غبار وقرر الكثير من المزارعين مغادره اراضيهم ناهيك عن شعور المزارعين فيها بخيبه الامل بعد عودتهم لمناطقهم بسبب الاخفاق والفشل الحكومي باعاده الحياه لمنطقتهم وتامين مستلزمات زراعتهم كما أن السلطات قررت أن الأسمدة التي توزع على المزارعين في نينوى والتي غالبا ما تصل في وقت متأخر يجب أن تكون خالية من اليوريا المادة الكيميائية التي تستخدم في صناعة المتفجرات وهي تقدم في بعض الأحيان السمادة لكنها تضيف الغبار إليه لجعله آمنا ما يجعله أقل فعالية أضف إلى ذلك أنه مع تناقص الأراضي الزراعية سترتفع فاتورة استيراد القمح ولن تستطيع البلاد تحمل هذا الإنفاق الزائد. وبحسب مزارعين نقلت عنهم رويترز فإن توقعات إنتاج القمح لعام 2018 كانت تشير إلى انحطاط شديد. وقالت رويترز في تقريرها: إن الاقتتال الداخلي بين القادة السياسيين في العراق همش اهتمام هؤلاء باحتياجات المزارعين في أماكن مثل نينوى كذلك الوضع في محافظات جنوبي العراق التي طالها الاهمال الحكومي فخرجت في تظاهرات غاضبه ضد الفساد الحكومي الذي تفاقم وادى الى تراجع كبير في جميع قطاعات الحياه الى ان بات العراق يحتل اسوا المراتب في اغلب مؤشرات الفساد